السلام عليكم. ان شاء الله اليوم رحلتنا بهذه الطائرة الهليكوبتر على مرتفعات الانكر وات، المعابد هي الاساسية هنا في المنطقة، ونحن جايينها اليوم في هذه. قيمة الشخص الواحد لمدة 10 دقائق 100 دولار، هو بالضبط 99 دولار. على الاقل يكون فيه 3 ركاب وبالكثير 5 ركاب. الحمد لله نحن 5 فالامورنا طيبة. نطلع من المطار، هذا هو في المطار لكن من ورا، فهذه هي الهليكوبتر وهذا هو السائق. هاي فاين ثانك يو. يا عيني يا عيني يا عيني، هذه هي شوف وملحفة ومزهبة وذا الشباب كل واحد وتصويره. يلا هنا عاد تبدا التجهيزات والحركات الحلوة. يلا الله يعين. الجو اليوم الحمد لله مشمس، والفوركاست يدل ان اليوم ان شاء الله ماشي امطار، فالمفروض الاوضاع المفروض ان تكون طبيعيه ان شاء الله. الله يعين، اول مره اجربها. The front rather than the back. The doors are the emergency exits. You've got those black handles there that move through 45 or 90 degrees. That's your way in or out. If those handles are jammed, there's emergency release handles at the front. You can remove that guard, lift that handle up. The pins come out of the hinges and the door falls out from there. The seat belts in the back here work just like the airline style belts. They release like so. There are inertial reel across the top. They've got manual adjustments around the waist. Make sure they're done up tight before we take off. One of you can go in the front seat and it's got a 4-point harness that comes over the shoulders around the waist to a rotating buckle to release. The headsets go over your ears like this. The microphone you move close to your mouth, it's all voice activated, so speaking to it until you can hear your own voice electronically, that means you've broken through the squelch and everyone can hear you. There's a volume control on the ear cup as well. القلب مخلص دوم ما يميل ولا احزان تخلف هالمسار، عسى فراقنا ما غير ذا الليل، ولعيني اجعلك دوم قر. لا تبخل بوصلك ما انت بخيل، ترى قلبي فراقك يضر. احبك محبة زايدة حيل، وصوت المحبة لك أجر. لك القلب مخلص دوم ما يميل ولا حزان تخلف المسار، لك القلب مخلص دوم ما يميل ولا حزان تخلف المسار، عسى فراقنا ما غير ذا الليل، ولعيني يجعلك دوم قر. لا تبخل بوصلك ما انت بخيل، ترى قلبي يفرقك يضر. احبك محبه زايده حيل، وصوت المحبه لك اجر. لا تبخل بوصلك ما انت بخيل، ترى قلبي يفرقك يضر. احبك محبه زايده قصات غرامك جيل عن جيل، بيحكى بها مرة ومرة،
يزين اسمك بكل التفاصيل والايام لا قفيت مره ولا هي في حق شي تقليل انا انسان وقته ما يغره والايام يا حبي تسهيل وعسى البعد ما ياتي بشره وقصات حرامك جيل عن جيل بأحكامها مرة ومرة وقصات حرامك جيل عن جيل بأحكامها مرة ومرة يا زين اسمك بكل هليكوبتر. كانت رحلة حلوة وقصيرة، أول مرة أجرب الهليكوبتر، فيها شوية معلومات عن الأنكر وات كان عاطيني إياها هناك، ونظرة سريعة على المكان. قيمتها مثل ما تعرفوا يعني قيمتها تقريبا 40 ريال عماني، وهذه حالة يعني قيمة الهليكوبتر بشكل عام. كل مكان غالي لكن هذا يعتبر من أرخص الأماكن اللي ممكن تسوي فيها يعني تركب فيها الهليكوبتر وتجربها. صراحة كانت تجربة مميزة وأنصح.